عملي اللي أني بفيد أهلي ما أبي أكون. عطني السؤال الرابع. طيب أبشر. عندك ملكتين حمراء. الله يسترنا لك. أذكر السؤال يقول سلمان ملحي كان سبب في انضمامك لبرنامج المعزب، حصل أو لا؟ سلمان وسعد الشمري وأحمد عبد الرحيم. كيف كانت التجربة يا جميل؟ كانت جدا جميلة. أبرز أسباب عدم نجاحها الكامل. عدم نجاحها الكامل ممكن أنها ما تم الترويج لها بشكل مناسب. فقط الترويج؟ نعم. توليفة الأسماء كانت توليفة جيدة؟ توليفة الأسماء نعم كانت جيدة. يمكن البحر قطرة بالمعنى الفعلي. مستقبلا بتخوض نفس التجربة مع نفس الأسماء؟ لي الشرف. أسماء عظيمة، أسماء صنعنا معهم شيء لمدة شهر. لو طلب منك اختيار شخصين زائدا على المجموعة، مش مين ممكن يكون؟ زائدا على المجموعة؟ نعم، على الأسماء الموجودة، أضيف اسمين يا جميل. سعد الشمري وصالح بلوي. استغنى عن اثنين؟ لن أستغنى. لأن الطلب كان في البداية زيادة. ما تشوف أنه بعض المجاملات قد تضرك حتى في عمل؟ مو شك، مو مجاملات. أول شيء سعد خبرة عظيمة استفدت منها أشياء كثير. صالح تذكر كلامي ذا، أقسم بمن أحل القسم لترى شخص عظيم. هو إلى الآن قاعد يرتب المرحلة الجديدة. من متى تعرف صالح؟ أعرفه من الميركة. ندمان أني عرفته من الميركة. أوف، ندمان أني ما عرفته من قبل الشخص. تدري أن بعد البث نأخذ جلسة بالساعة والساعتين نقاشات في أمور برا البرنامج. والله اللي يجي من العيال يجلس ينصت، بس إنسان عظيم لهنا. بما أنك ذكرت معرفتك لصالح في الميركا، حدثني عن أيام الميركا، كيف كانت؟ لو رجع بك الزمان إيش ممكن تسوي ولا تخوض في بعض الأمور؟ ما كانت بالشكل المتوقع. سمعت وعود أكبر يعني؟ نعم. ممن؟ من الإدارة في ذاك الوقت. من يمثلها الإدارة في ذاك الوقت؟ أنت تدري من يمثلها. وعد؟ نعم، وعود مو بوعد. وعود بأمور كثيرة. هل كانت وعوده لإقناعكم بالقبول؟ نعم. للاستثمار يعني الاستثمار فيكم؟ إيه، كان حتى مو بس كحل. استنزفكم؟ استنزف بعض الأشخاص لأشخاص. استنزاف لسعد الشمري ذيك الفترة كان ضايقكم؟ جدا. هل البرنامج نجح؟ ما نجح. والسبب؟ ولو يرجع 10 سنين ما ينجح. وش السبب؟ أول شيء شوف، بعيدا عن الأسماء، الأسماء كانت جدا جميلة فيه توليفة، لكن كان مبني البرنامج بشكل آخر على استنزاف مشاعر. فعلا استنزاف مشاعر. من شخص واحد؟ من شخص واحد من الإدارة والمتسابقين. لا، المتسابقين مش نقاش، لأن مستحيل متسابقين. لا، يستنزفون. خليني أوضح لك. مستحيل تفشل نسخة بسبب المتسابقين إذا وجدت إدارة حازمة. فعلا. وإذا فشلت النسخة فهي بسبب إدارة. يا سلام. هل الاستنزاف هذا ما كنتوا تحاولون تردون عنكم؟ حاولنا بأكثر من طريقة ما نفعت. وفي نهاية الأمر، في نهاية التجربة. طيب معليش جميل، خلي بعيدة عن ذكر الأسماء. ما راح أذكر اسم. إيش الهدف من العمل اللي كان يحصل؟ ما كان إنه يبني قناة من جديد، بس كمحاولة سلب البساط من قناة أخرى. يعني كان يسعى لإسقاط غيره وليس لقيامه. نعم، محاولة سحب البساط. ووصلتكم هالرسائل أو شعرتوا فيها أنتوا؟ شعرنا فيها، ما وصلتنا بشكل مباشر. شعرتوا فيها؟ نعم. محاولاته لكسر غيره ليستقيم هو كسر. ما كانت تأذيكم؟ كانت تأذينا، لكن في النهاية كسرته، ما كسرته. شوف حنا وين، شوفوا وين نسوا. يعني هذه حقيقة ما يقدر الواحد يتهرب منها أبدا. والحقيقة عاد المفروض أن الناس يدرون بعد بالأمر.
احنا يوم طلعنا من الميركة المفروض ان ماخذين شهادة دورة ضفادع بشرية. جلستوا ناقشتوا اخذتوا عطيتوا؟ طلعنا من عوامل تعرية مو برنامج واقعي. ناقشنا جلسنا. ايش كانت ردود الفعل؟ صارت مشكلة. ردود الفعل انت ممكن تجي من فعل. ليه كذا ويصير كذا؟ يعني امور ممكن انها ما تدخل في عقلك. يجيك بالشكل البارد. لا لا عادي ما في شيء ما حصل شيء الامور بسيطة ايش فيك من فعل؟ لا تنفعل انت كيف بتمشي في الاعلام وانت من فعل زي كذا ويجلس يذبحك زيادة. يذبحك زيادة ما كان يواجه. هل ممكن انه من باب تجربتكم طبعا. حلو. هل ممكن يا جميل انه يضرك علشان ينفع نفسه؟ وانا معه؟ نعم. ايه. ضر ناس عشان ينفع نفسه. ضر ناس كثير. لو رجعت بك الايام بترجع تعيد التجربه في ذيك الايام؟ نعم لانها كانت احد حلقات الوصل باشخاص، يعني صارت حلقه وصل باشخاص. مع مثلا سعد. مو مع صالح مع. لو عادت الأيام مع نفس الشخص أو نفس الإدارة بترجع تعيد التجربة؟ لا إعادتي للتجربة ولا أقولها مجاملة. والله حتى جلسنا واجتمعنا في الأمر الإدارة من؟ هنا الموضوع سعود العتيبي والاسم اللي معه منها أنت يا أستاذ زياد منها فهد معيان منها ناصر حربي. هل أصبحت هاجز أنك تعرف من الأسماء عشان تعرف تشتغل أو لا؟ نعم. لأن أعرف الأسماء هذه هل هي بتنتج فعلاً أشخاص ممكن أنهم يكونون برا دائرة برامج الواقع مخرجات يفتخر فيها. هنا السؤال. قاعدة بس عشان نقفل هالمحور. الشمس لا تغطى بغربال. صح. مهما حاول الشخص أنه يظهر شيء مخالف للواقع صدقني الأيام كفيلة بأنها تظهر الواقع بشكل يؤلم من كان يظن بأنه ليس بهذا الواقع. يقول يا جميل أحب حب البدو للمعاميل